حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الوقفة هادي وقفة اعتيادية دعبت العدالة والتنمية وحركة توحيد الصلاح واحد مجموعة ديال الجمعيات تيديروها كل أسبوع كل جمعة، واليوم داروها الاثنين نظرا للهجمة الشرسة ديال بني صهيون الإسرائيليين على رفح المنطقة الآمنة التي ابتعدوا عنها، فكانت قنابل أحرقت خيامهم وماتوا كثير من الأطفال ومزقت جثثهم. فلهذه هذه الوقفة تمديدا واستنكارا بهذه الهجمات الإسرائيلية الفاشلة للفلسطينيين. هذه الوقفة اليوم تتجي بشكل استثنائي على غير العادة، اعتدنا منذ 7 أكتوبر أن ننظم الوقفات كل جمعة، لكن ما دعا إلى هذه الوقفة اليوم بشكل استثنائي هو المحرقة والمجزرة التي الوحشية الهمجية التي شهدتها رفح البارحة. البارحة يزيد يتأكد العالم، كل من له ذرة إنسانية في العالم بغض النظر عن ديانته وعن أصوله وعن دولته وعن انتمائه، يتأكد على همجية وغطرسة وعدوان ووحشية الكيان الصهيوني الغاشب، لأنه البارحة استهدف الشيوخ والنساء والشباب والأطفال والعزل في مناطق بين قوسين قيل عنها أنها آمنة ولجأ إليها المدنيين العزل، لكنه أبى إلا أن يهاجم تلك الأماكن المفروض أنها بين قوسين آمنة حسب القوانين الدولية، ولكنه أراد أن يشكل محرقة هناك، وهو رد وهذه الهمجية التي يرد بها ويتفاعل بها الكيان الصهيوني عنوان على الأزمة التي يعيشها، على التخبط وعلى العزلة التي يعيشها في العالم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ورب ضارة نافعة، أن هات الهمجية وهات المحارق يزيد من عزلة الكيان الصهيوني ومن فضحه أمام العالم وأمام كل من له ذرة إنسانية في العالم. الحمد لله على التفاعل ديال الشعب المغربي دائما كان وما يزال وسيظل وسيتقوى، وهذه رسالة لكل من يريد أن تكون لنا علاقات بين قوسين طبيعية مع كيان لا أمان له، لا ثقة لا فيه، لا عهد له، لأنه حتى أمام قرارات المؤسسات الدولية على رأس المحكمة الجنائية الدولية يتعنت ولا يريد أن يستجيب. فالآن الحمد لله أنه يتم فضحه أمام أنظار العالم، ونتمنى من الله عز وجل أن يزول الغم قريبا، وأن تتحرر كل فلسطين، وأن يعيش الشعب الفلسطيني في أمن وأمان وسلام بدولة مستقلة عاصمتها القدس.